استهليت كلامك، واعتقد ان الاستاذ هيكل كان بيقوله كتير انه الحياه اعطته بكرم كبير. 100%. كان يعني عاش عمرا ممتدا ورحله صحفيه ممتده وعلاقات باجيال متعاقبه، بس كان في رهان بينك وبينه في الفتره الاخيره، وهو خسر الرهان. كنت انت بتكلمه على بنتك الصغيره. طيب نحاول نتماسك. هو أنا كنت قايل له يعني كان هو الفترة اللي فاتت عنده هاجس إنه خلاص يعني الطبيعة بتاخد مجراها، كان يظهر حاسس والوقعة خلي بالك أخدت لأنه ما بقاش قادر يلعب رياضة زي الأول، فتلاقي حسينا كلنا إنه في ديتيريوريشن ابتدى يحصل بعد الكسر اللي في رجله. فكنا بنقول يعني بتملي يبقى في حاجه لازم يعني يبقى مستنيها قدام يعني، والا الحياه تبقى صعبه يعني. فكنا كنت بقول له يعني انت بص ما بتاع انت هتجوز بنتي ما يعني. فقال لي يمكن بيقول لي هايل ومش عارف ايه. في اخر اسبوع جاء لقيته في يوم والدتي رحت الصبح والدتي قالت لي ابوك مش عاوز ياكل مش عاوز ياكل ايه. فقالت لي انت اللي بتعرف تتصرف يعني بتعرف تتصرف. فرحت له وقلت له اخدت ايده بصتها زي ما بعمل، فهو اخد ايدي وبصها. ده موقف ابتديت احس فيه. وبعدين قلت له يلا يعني لازم تقوم بقى تاكل. قال لي لا. قلت له يعني ايه لا؟ قال لي لا مش خلاص مش ابتديت يعني اخش في ابقى يعني ابقى مش سهل يعني مش عاوز اقول اصريت. قال لي لا مش هقوم. قلت له طيب من فضلك. قال لي انده امك. رحت ندهت والدتي. قال لها احمد مشكلته انه بيحسبها بالورقه والقلم. اتس تو ليت. بعديها بساعتين قام اتكلم معايا شويه وبعدين لقيته بيعمل كده كده دي توقيعه. فقلت له ايه؟ قال لي مش هلحق. قلت له مش هلحق ايه؟ قال لي مش هلحق جواز ناديه. دخلت على جوه خلاص الباقي بقى شخصي. وكان القرار لا وكان الرحيل بعديها لا يعني هو بعد كده هو تاني يوم انا وعلي دكتور علي قعد معانا شويه وبتاع. واحده من الحاجات الغريبه اللي حكاها انه بصوا مش عاوز مبالغات يعني شوفي هو في ايه مش عاوز مبالغات. اوكي كلام بقى يعني حاجات حد بي عندما يقال انه محمد حسنين هيكل كان صنيعة قربه من